أتمنى للمرأة التشادية مزيد من النجاح والتقدم في كافة المجالات. احتفلت النساء العاملات برئاسة الوزراء كغيرهن باليوم العالمي للمرأة تحت إشراف معالي رئيس الوزراء فهيمي بدكي البير وبحضور المستشارين والإداريين برئاسة الوزراء. حسن ضرمت. شعار الأسبوع الوطني للمرأة التشادية هذا العام هو استقلالية المرأة واحترام النساء والفتيات تحديا كبيرا بهدف التنمية المستدامة. أما اليوم العالمي للمرأة هو استقلالية المرأة في ظل التقلبات الحالية. هذا احتفلت المرأة التشادية بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية بصفة خاصة وباليوم العالمي للمرأة بوجه عام. يعود اليوم العالمي للمرأة أحد المناسبات التاريخية التي تحتفل بها جميع دول العالم، وفي تمام الساعة الواحدة وظهرا أقامت حفلة مرتبات في حديقة مبنى رئاسة الوزراء تكريما للنساء اللائي يعملن برئاسة الوزراء. رئيسة التنظيم أخية آدم مرسال في كلمتها قالت: نحن نساء رئاسة الوزراء نشهد بأن أنتم معالي رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية القرار الذي اتخذتموه لابد من تنفيذه، ونحن على ثقة بنجاحه، وأن الأعمال التي يقومون بها العاملات برئاسة الجمهورية وبرئاسة الوزراء سوف تنفذ على الوجه المطلوب. وفي نهاية كلمتها قدمت هدية تشجيعا لرئيس الوزراء بالأعمال الذي يقوم بها في مصلحة الوطن. رئيس الوزراء فهيمي فتاكي البير في كلمته قال أن المتطلبات التي قدمت في ميدان الأمة هذه سوف تؤخذ في عين الاعتبار في تنفيذها. وفيما يتعلق بالأزمة التي نعيشها الآن، هذه أزمة دولية ليس في تشاد فحسب، ولكن المطلوب منا جميعا بذل المزيد من المجهودات حتى نخرج من هذه الأزمة. وأكد معاليه الأسباب المؤدية على ذلك هي تدني أسعار البترول، ولكن القرار الذي اتخذته الحكومة في نقص الرواتب 50% هذا سنخرج منه عن قريب بإذن الله.